أربع مسائل حقيقة عجيبة ذكرها صاحب الحدائق رحمة الله عليه البحراني في حدائقه في حقوق الحيوان. احنا عندنا باب في الفقه حقوق الحيوان، ما يسموه حقوق الحيوان، يسموه النفقات. آخر كتاب النكاح باب النفقات، في ذاك الباب يذكرون حقوق الحيوان، وما يقول أنا أقول، يقول الفقهاء يقولون. أقرأها بسرعة. المسألة الأولى، قالوا يعني الفقهاء، مو رأيي فقط، لا يجوز تكليف، يعني حرام حرام، لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير. واحد. الثانية، قالوا حقيقة عجيب هاي المسألة، يجوز غصب العلف لإبقائها. الغصب من أشد المحرمات في الإسلام، ظلم. واحد يسرق أموال الآخرين، هذا من أشد المحرمات. إذا أكو في بيتكم دابة وما عندكم علف، وهذه الدابة على وشك الموت، يجوز لكم أن تذهبوا وتأخذوا علف جاركم بالقوة وتعطونه للدابة. شوفوا حقيقة عجيب هذا الحكم الشديد، الإسلام يقول أنا أرفع إيدي عنه لحق الحيوان. قالوا طبعا بعدين لازم تعوضه بالمثل إذا مثلي والقيمة إذا قيمي، يجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك. المالك يقول ما أبذل، تقول له هذا دا يموت، يقول خلي يموت، تغصبه منه بالقوة. كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان. شلون تغصب الخبز من الخباز لإنقاذ إنسان محترم؟ اغصب العلف من جارك طبعا إذا ماكو طريق آخر، إذا ما يقبل، إذا ما عندك سبيل آخر، اغصب العلف منه لإنقاذ الحيوان وإن كان يلزمه المثل أو القيمة. المسألة الثالثة، لاحظوا الدقة، قالوا يعني الفقهاء لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة. إذا هذا الحلب يضر بالناقة مثلا لا يجوز الحلب. الرابعة، قد صرحوا بأنه حيث أن ديدان القز، هاي الديدان دودة شنو قيمتها، ولكن في نظر الإسلام محترم. قد صرحوا بأنه حيث أن ديدان القز إنما تعيش بالتوت، الظاهر مراد يعني ورق التوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه، لازم يوفرها وحفظها من التلف، فإن عز الورق ولم يعتني بها، المالك قال خلي تموت هذه الديدان، باع الحاكم من ماله، يعني من مال المالك، ياخذ من امواله ويبيع، واشترى لها منه ما يكفيها الى هذا الحد. النبي صلى الله عليه واله يقول ليله اسري بي الى السماء. النبي راى منظرين، المنظر الاول امراه تعذب في النار، لماذا؟ فقلت لماذا؟ ليش هذه المرأة؟ فقالوا، لعله جبرائيل مثلا أو الملائكة، قالوا إن هذه المرأة، هاي الرواية في البحار موجودة، راجعوا البحار، وفي جواهر الكلام موجودة، راجعوا الجواهر، إن هذه المرأة كانت لها هرة، أخذت هذه الهرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها
ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض حتى مات. هذا حرام، هذا ظلم، حتى الظلم للحيوان لا يجوز. ليش واحد يظلم؟ حتى إخافة هرة، واحد يخوف هرة، هذا حرام. فكيف أن يخوف طفلا أو يخوف امرأة؟ الله أدخلها النار وكانت تعذب في النار. ورأيت امرأة في الجنة، هذا المشهد المقابل، امرأة كانت بعيدة شوية، لها بعض الأعمال غير الطيب. في يوم من الأيام هذه المرأة، كيف هذه المرأة في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وآله، الرواية في البحار وفي الجواهر، هذه المرأة كانت تمشي، رأت كلبا أضر به العطش، وأكو هنالك بئر، ما يتمكن هذا الحيوان يشرب من ماء البئر، وهي ما عندها إناء، ما عندها حبل، فأخذت ثوبها ودلته في البئر، امتص مقدار من الماء، أخرجت هذا الثوب وضعته وعصرته في فم الحيوان. الله سبحانه وتعالى ببركة هذا العمل أدخلها في الجنة.